مساء الخير على كل المشاهدين في كل مكان، لسه مستمرين معاكم في تغطية مهرجان العالمين الجديدة. الحقيقة المهرجان كل يوم بيفاجئنا بعروض وفعاليات وعروض رياضية، حفلات غنائية، بس النهاردة يوم مميز جدا. النهاردة في سباق للهجن بمشاركة جميع المحافظات المصرية. السباق هيمتد لمدة 3 كيلومترات، بدأ معانا من الجولة من أول العالمين الجديدة، مرورا بقى بالمنطقة الشاطئية والنورث سكوير، ولسه مكملين معاكم في التغطية. خليكم تابعين معانا. والله مسابقة الهجن ده حدث عظيم لنا، بالنسبة لنا احنا أهل الهجن، ماشي، وده شيء بيشرفنا ونقابل بعض ونشوف بعض، واهتمام السيد الوزير بسباق الهجن واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسباق الهجن ده شيء عظيم بالنسبة لنا، وحضوره في شرم الشيخ عامل لنا حافز أكبر وخلانا نتحفز للهجن أكثر وخلانا نربي هجن أكثر. اجتمعنا من الأقصر ومن جنوب سيناء ومن الإسماعيلية ومن شمال سيناء، من جميع 17 محافظة من جمهورية مصر العربية، اتجمعنا في سيد عبد الرحمن. فمن سيد عبد الرحمن انطلقنا لبصورة فين؟ للعالمين. إن شاء الله لسه احنا في نقطة البداية لبداية العرض. والله الشركة المتحدة دي يعني احنا بنشكرها على هذا الدعم الكبير لرياضة الهجن وبناء القبائل، هذا موروث، رياضة الهجن دي موروث عند كل القبائل في كل وادي، فلما المتحدة بتعمل اطلالة علينا وبتهتم بينا احنا عندنا الحافز كبير ان احنا نشتغل اكثر واكثر، ولها دور في الازدهار، الاعلام له دور كبير في ازدهار هذه الرياضة وابرازها للعالم كله، ان الهجن في مصر وهذا الموروث اصيل وعندنا سلالات عالية جدا بتنافس برا مصر وبتكسب.